حالتي انصبت حساسية نتيجة نشلة، اتطورت إلى ربو، فظلت أراجع دكاترة سنتين أو أكثر من سنتين، يعطوني علاجات ماكو فايدة. اليوم قاعد أمام التلفزيون، شفت مال طريق الشفاء هذا البرنامج، شفت حالات قاعد يذكرها نفس الحالة اللي عندي. قلت خلنا راجع، راجعت أعطاني علاج لمدة شهر، انخفضت النسبة مالته إلى 90%. اللهم صل على محمد. ولو التزم شغلة واحدة لا يصير 100% يروح مني نهائيا، لأن أدخن. تمام. عرفت علي؟ رغم التدخين انخفضت 90% النسبة مالته. والحمد لله وشكر، واني أشكر السيد على المساعدة، مساعدة من الله، بس نشكره على الشيء هذا اللي يسويه للعالم. اذا مشاهدينا حياكم الله، نرجع الحاله شفنا على الشاشه يا استاذ علي. حساسيه القصبات الهوائيه، الربو المزمن 20 سنه مثل ما تكلم، 20 سنه هو ما استفاد. يعني اجانا باذن الله، اجانا اول شهر هو يعني حس، يقول انا طبت 90%، يقول لو ترك الجغاير انا كان 100% طيبان، بس هو الله يسر له هذا الفيديو انا مصوره قبل 3 سنوات. يعني هذا 3 سنوات قديم، هو ما رجع لي الرجل، هي لي الطابة يا أستاذ سامع. هاي المرة الثانية، يعني الكورس الثاني انطيته، وطيته 3 كورسات بإذن الله تم شفاء 100%، الربو المزمن وحساسية القصبات الهوائية وعلاج فعال بإذن الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى كل من شاهدنا حفظك شافي الرحمن، وأنا أستاذ سامع حفظك والله يبارك فيك يا أستاذ علي المسوي.